نحن الأمهات كل يوم نجو بكري مع التركة وشفتونا الطريقة اللي قاعدين بها هوناتية، كنا مخلية دارها ومخلية أولادها ما طيبنا ولا فطرنا، قاعدين هو جايين مع أولادنا باقي لهم ولا النجاح لأولادنا وأولاد المسلمين كاملين. أنا جاية مع منتين قال لهم ونايا مسكة مزوزة هون الباقد العام، راجلنا من عند الله النجاح والنجاح لبناتنا كاملين، وصعبوا عليهم الامتحان الحقيقة هذا العام، صعبوا عليهم. رانا طالبين وزارة التعليم يشوفوا من حال التلاميذ، راهم الامتحان اللي عدلوا ذا العام ما قطوا قراوا، هذو الدروس ما قطوا قراوهم، متنوا عليهم. الصراحة التركة تقرا ودايرين لهم المراجعات، جهدنا دايرينهم والتركة دايرين جهدهم. يقل الامتحان ذا العامتين ونحن كانت عقبالنا كورونا، كل حد عارف عن التركة كانت تقرا عن بعد والدروس كانت ضعيفة، وخال كانوا أساتذة محاولين مع التلاميذ يقر الأمور كانت شوي صعيبة. وقضية التركة اللي تنقل وطريقة قضية التركة اللي تنقل واللي عندها الكيت وهذه الأمور الثانية ما هي الله به اللي نحن أولادنا يقرأوا نين يتعبوا ونخلصوا عليهم بريفي ونخلصوا عليهم المراجعات ونجروا معاهم الليل والنهار وبغيرنا لهم إلا النجاح، ويجي واحد ثاني ويقبضها بسهولة ما هي الله ولا هي زينة. وراجي من عند الله عن وزارة التعليم تشوف من حالة التلاميذ خاصة الرياضيات، خاصة الرياضيات، وطالب لهم من عند الله النجاح العمر ونجاح الدنيا والآخرة، وطالب المولانا كاع جميع المسلمين أينما كانوا طالب لهم النجاح في الدنيا والآخرة. أنا أم ديال واحد البنت كدوز هنا في المصلى، كتقرا في الساقي وجات دوز هنا في المصلى، وكنجيو مع وليداتنا لأنه بعض الخطرات تكون الحراسة مزيرة ما كيكونوش داروا بحال البارح ما خدموش في المات، خرجوا من نهارين تيبكي وهذا، كتخاف على بنتك لا تخاف لا وقع على شي مشكل شي حاجه، كنجيو نتسناهم حتى باش ناصروهم وباش ما يبقاش فيكم الحال غتعوضوا في مره اخرى، وهذا هو السبب. على اي الامتحانات كلشي دازو مزيان في المتناول، داكشي ما عطاهمش شي حاجه اللي ما قراوهاش. البارح المات كان صعيب لانهم بدلوا لهم الخطه ديال المات المنهجيه، ما نعرف قال لك داروا لهم شي منهجيه ديال 2009 و2007 ما داروا والو في بعض الاسئله، ولكن خدموا في الفيزيك وفي الفلسفه الحمد لله دارت البارح مزيان، واليوم عندنا العلوم ونتمنوا ان شاء الله يكون داكشي بخير وعلى خير. الامتحان صعيب كيف بغيتي يدوز زعما كسته الاوراق هذوك عرفتي، راه داكشي تقول امك الشيء صافي كيصدموك بشي حوايج كاع ما كاينين، الحراسه كانت مزيره شويه الصراحه، عندك الفلسفه اللي طلقوا لنا شويه اللعب ولكن هادشي الاخر والو ما يخليكش الدور. الفلسفه نقلنا فيها صراحه نقلنا، وكل فيزيك والو الفلسفه نقلنا في داك الشيء. والله اخويا ما عرفتش انا قلت انا اللي جاني كشبشو المات هذاك بوحدو هذاك فهمتي ما بقيت كنشوف عطيت الورقه كيما هي انا صافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم، البارح دوزنا ماده المات، المات اصلا هو اللي صعيب حيتاش على حسب المنهجية تبدلات في 2022 ماشي بحال العام فايت، خدمنا على الوطنيات اللي قدام بزاف ولكن واخا هكاك المنهجية ماشي نفسها. وبالنسبة للفلسفة تحطات سهلة غير في الوضع البشري، خدمت غير الوضع البشري هو اللي يعني شوية، اما بالنسبة للاس في تي دابا مزيان حسن بعدا من المطل، يا ربي بعدا غير تعوض المات البارح. بالنسبه للحراسه كانت مشدده يعني ما كاين لا نقله لا والو، المواد اللي دوزنا لحد الان يعني اللي صعيب فيهم هو المات، واليوم دوزنا الاس في تي كانت في المتناول ديال الجامع. بالنسبه للونجلي وفلسفه تحط داكشي اللي كنا باغيين، خدمنا فيهم مزيان الحمد لله وكنتمنى التوفيق للجامع. السلام عليكم، بالنسبه لليوم دوزنا الامتحان ديال الاس في تي صراحه كان سهل في المتناول غير اللي ما بغاش يجيب النقطه. بالنسبه للامتحان ديال الفيزيك كان شويه سهل ولكن كان الوقت ما كافيش، ثلاثه السوايع ما كافياش حيت كان طويل بزاف. اما بالنسبه للمات، المات صراحه كان صعيب بزاف، ديجا حنا البرومو ديال كورونا ما كنا قارين والو في سانكيام وحتى في سيزيام وكان صعيب ما درنا فيه والو صراحه. بالنسبه للونجلي وفلسفه انا كنت حافظه بجزوءه وحده والحمد لله تحطات ليا. بالنسبه للونجلي لونجلي كانت سهله شويه كوميم. بالنسبه للنقيل ما كانتش دايره كاع، النقله الحراسه مشدده بزاف بزاف.